خلينا في البداية نتكلم عن الدعاوى اللي طلعت، حد من المشاهير، حد من النجوم، والله ما اعرف هم مين ولا اعرف اي حاجة، انا جالي المقطع بس ولا اعرف هم مين اصلا يعني. وبعدين اللي حصل نقاش، عارفين ان انا على جروبات البنات، عارفين كده ان انا مش عارفة على 200 جروب باين، وكل ما اطلع يدخلوني يعني على جروبات البنات. وبعدين تم مناقشة موضوع المساكنة، هي مش اسمها مساكنة حبايبي، ماشي؟ يعني ايه تلطيف الكلمات وتزيين الكلمات وتلبيس ابليس فيها، احنا عايزين نوصف ده زنا، ده فاحشة. والله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا، ولا تقربوا. الفاحشة كانت ايه؟ مقتا، ساءت سبيلة، فاحشة قال عليها كده، فلا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلة. فلما اجي اسمي فعل من الافعال ان ده ده مساكنة، لا حبيبتي مش مساكنة، ده زنا. موضوع المساكنة، والواحد طلع قال لا انا ما بقيتش الزواج ومنظومة الزواج، ودي حاجة قديمة من زمان، ما اعرفش لها علاقة بايه، وحاجة قديمة من زمان من ايام الزراعة ولا نعرف ايه، وهي بتتجوز يعني، هو الراجل كان بيتجوز واخترعوا الجواز عشان الست الزراعة ايه يعني. قعدت اقول يعني ايه الزراعة؟ عشان مثلا تفلح معاه وتساعده في الارض مثلا؟ قال لا، زواج من ايام سيدنا ادم، نعم سيدنا ادم، لتسكنوا زوجة، لتسكنوا اليه، وخلق لكم من انفسكم، جابها من ضلعه. ايه ده؟ هو يعني احنا ليه نتحمل اي جاهل يطلع يتكلم، واي حد ما هوش فاهم حاجه، لا في دينه ولا في عرفه ولا في شرع ولا في سلوكيات ولا في ادبيات ولا في ده، ما فيش دين من الاديان الثلاثه يا مؤمنين حلل الزنا، ده اسمه زنا مش مسكنه. يقول لك انا مش بايد الزواج ومش منظومه زنا، انا اقعد معاها الاول اختبرها. تعالي بقى كده، انا عايزه البنات والزوجات، انا خطابي ليكوا، انا اسال عنكوا يوم القيامه، ماشي؟ الشباب وبتاع هديهم نصيحة في الآخر، ماشي؟ عشان بيزعلوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أنا كلامي كلام للبنات وللنساء، لما يجي يقول لك أنا مش هتجوزك، لازم أقعد معاكي الأول أختبرك، ويبقى في بينا ونشوف في الكيمياء بتاعت جسمنا كده متوافقة ولا لأ، ويحصل معاشرة زي معاشرة الأزواج، استغفر الله، لكن في الحرام في الزنا. وبعد ما يحصل كده خلاص إحنا نعمل. انا لما اتكلم عن الخيانه او الخيانات، وقلنا لنا حلقات كتيره جدا جدا في موضوع الخيانات ده، بنتكلم عن الخيانه او بنتكلم عن المعاملات والعلاقات المحرمه، سواء شات او تلامس جسدي او عدم تلامس او مجرد النظر، كل ده زنا. ان ما كانش الامر الواقع الفاحشه الكبيره فهو زنا مجرد، كما قال ابن القيم. والدين ما ساب لناش فتفوته قد كده الا ما قال لنا نعمل فيها ايه. فيطلع واحد يجي يقول لا معلش ده انا عايز، مش عايز اتجوز وبعدين اقعد معاها كده فتره، زنا معاها، ده اسمه زنا مش مساكنه، اسمه زنا، وسموه بمسميات، ده زنا. واقعد معاها وبعدين نشوف توافقنا ولا لا، نكمل، ممكن نكمل، ولو كملنا وكذا عادي بقى بنتجوز. طب انت كنت رافض اهو فكره الزواج. والشباب بيرددوا الكلام ده ليه؟ صعوبات الحياه والفتن، ناس قدامنا مش عايزين نوصل، استغفر الله. يعني في كل حته وفي كل مكان، البنات ذات نفسيهم والشباب ذات نفسهم شايفين الفتن حواليه، يروح هنا شايف، روح هنا شايف، روح هنا شايف، روح هنا شايف، في كل مكان. وبقى الامر بقى افتخار، ولو انت بصيت انت ضد الحريه وضد، وانا حره وانا اعمل وانا اسوي وانا الكلام ده، وخدوا بقى كلام كتير. الزنا فاحشه من السبع الموبقات، السبع الكبائر اللي الله سبحانه وتعالى امرنا ونهانا عنهم. ولما جه الصحابيات تبايع النبي عليه الصلاه والسلام على الاسلام، وجت هند بنت عتبه، قال وقال يشركنا بالله ولا يزنين، قالت له او تزني الحره يا رسول الله؟ يعني ايه ده؟ لا طبعا. فكان استنكار. الامر في الاول وفي الاخر ده حرام، في الثلاث اديان حرام. الزنا فاحشة ومقت وساء سبيلة، ولا تقربوا. القرب من فاحشة الزنا والعياذ بالله مجرد الخطوات بتاعته توقعك فيه، ما انت مش بطل، ما احنا ما نروحش نختبر نفسنا وقوتنا الشخصية واللي مش عارفة وايه، ولا واحنا قادرين واحنا كذا، وانت حاطط نفسك في وسط شبهات.